إذا كما قلنا متابعينا الكرام، فحضور حوالي 500 إلى 600 مشجع للفريق أولمبيك أسفي هنا بمدينة تطوان متابعينا الكرام، اللي حجوا من أجل أنهم يدعموا الفريق ديالهم في هذه المقابلة المهمة. لحدود الآن فالنتيجة 0 لمثلهم متابعينا الكرام. هدفة قوية متابعينا الكرام تمر بجانب القائم الأيمن لحارس مرمى أولمبيك أسفي متابعي قناة شكري بقناة شكري.